لم تجف تربة هذه الأرض رغم انقضاء أكثر من أسبوعين على السيول الجارفة التي تشكلت جراء العاصفة المطرية على مدينة إدلب. فأحمد ما يزال يواجه صعوبة في حصاد ما تبقى من محصول الفستق السوداني في منطقة سيجر غربية إدلب. الأرض بتحكي لكم والموسم هو بيحكي يعني شنو صار الخسارة وصارت الطوفان ما شاء الله. كل شيء هلق تقريبا كله صار التكاليف يعني هلق زاد هلق قلع مع مين قلع معنا هلق زبنا فعال ما فعال هلق الفعل كمان ما بيشتغل هلق صار حوالي زيتون وغيره وسواته هلق الفعل صار دبلين كمان طين ما يتحوش معنا هلق كان جبنا تراكتور فلحنا كان أسهل جبنا عمال مثل ما بيقول لمو أول بأول بس هلق ما عم يطلع معنا ربع الفسق ما عم يطلع معنا من الأرض. النزوح وتكاليف العيش المرتفعة دفعت بمصطفى أيضا للمجازفة بزراعة الفستق كتجربة جديدة في سيجر، تجربة لم يجني منها سوى التعب وخسارة أكثر من ثلثي تكاليف الموسم. جينا هو على الروج وجينا هون زرعنا فستق عند ربعنا الكرام عطونا كم دون زرعنا عشان نستفيد وجت الأمطار الحمد لله وانضرينا كثير. يعني كنا متعمل الموسم كويس الحمد لله والله أعطى الحمد لله وجاء المطر كثير الحمد لله والسول وانضرينا كثير من طالب الزراعة وزير الزراعة المحرة هوني يعطونا تعويض إن شاء الله يعوض علينا كم ورقة نطالع مصروف بس مصروف الشتي. يواجه مزارعو المحاصيل في الأراضي السهلية صعوبات كثيرة في تأمين الأسمدة والسقاية وحصاد المواسم إضافة إلى العوامل الجوية التي لا يمكنهم تفادي آثارها السلبية على محاصيلهم في معظم الأحيان.